وبرأيك كيف يتم وقف هذا؟ يعني مسألة يعني اتساع دائرة العنف أكثر وأكثر، والخسائر المستمرة والحرب الصفرية على كل الأطراف في المنطقة، ماذا يمكن أن يحدث الآن لوقف هذا؟ أنا في تقديري، وهنا بتفق مع رؤية القيادة المصرية في الحقيقة، وبأكد على الرسالة اللي النهاردة يعني أكدت عليها القيادة المصرية والدبلوماسية المصرية، إنه الحل إن كل الأطراف الدولية تمارس الضغوط على الأطراف المتحاربة لوقف الرشقات المضادة والتهدئة، والنظر في التوتر الكبير اللي حصل في المنطقة، إن يتم وقف هذا الآن، يتم وقف الهجوم على قطاع غزة، قوات الاحتلال تنسحب إلى ما كانت عليه، وتبدأ عملية إعادة الإعمار، وتبدأ عملية المفاوضات السياسية، وده أتصور إن هو لن يمر إلا بالقاهرة، لأن حضور القاهرة. هل يمكن العودة الآن لمقررات مؤتمر السلام بالقاهرة في ظل هذه التطورات؟ أنا بعتقد أنه كان مبشر جدا، وكان من البداية لو كانت الأطراف الدولية استمعت للصوت المصري واستمعت لما انتهت إليه قمة القاهرة للسلام، كنا تجنبنا كل هذه الخسائر، وتجنبنا هذا الخطر الذي يعني سيتأثر به الجميع. القوى العظمى ستدفع الثمن، الدول الإقليمية الكبرى ستدفع الثمن، الجميع الآن يدفع الثمن، لأنه اشتعال المنطقة في هذه الظروف سيكون ليه تبعات خطرة جدا على الجميع. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.